دالبيرت دالبيرتي ثلاثي الدفاع بيراسكي روسيتيني جواو ماريو من التشكيلة الأساسية ووصول للكرواتي برازوفيتش في مكانه كسنة لاعب تحت الأرجنتيني مورو إيكاردي. سواريز كرة مرتدة ترجع لفريق جنوا ليعكس الهجوم لكن التدخلات للإنتر. نذكر أنه أكبر الهدفين اليوم في الدوري الإيطالي لهذا الموسم باولو ديبالا من اليوفي بعشر أهداف من هدفين سجلها البارحة في ديربي ديلا مولي أمام تورينو وانتصار اليوفي بأربع أهداف لصفر. إيدين تشيكو مورو إيكاردي تشيرو إيموبيلي هدف لاتسيو ودراي ميرتنز البلجيكي لفريق دايان. نزلت الكرة عن فريق جنوا كالعادة فينوزو في وسط الميدان تحركات بلدو قليل أحرز الانتصار على ميلان في لويجي فيناريس بهدفين لصفر من الهدف الثاني للأرض. التغيير للغاني إيساك كوفي وإمكانية التسويب ركنية لفريق جنوا كونو هذه الكرة والتسويب سكرينيا أنطونيو كاندريفا 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 يعدي لا ما يمرش أمام الرائع البوسني إيرفين زوكانوفيتش. مشاهدينا الكرام هي لنابولي ب 22 هدف ثم اليوفي 18 هدف المركز الثالث لروما ب 12 هدف الرابع الانتر ب 11 هدف الخامس ميلان السائم على التهديف اليوم في مباراته ضد سامدوريا ب 10 اهداف وعاد بانتصار ثمين على حساب الذئاب العاصميه فريق روما ب 3 اهداف لهدف في الجوله الثالثه انتصار ضد سبال على التوالي مع انتر ميلانو بعد ان لعب خمس مواسم مع اودينيزي ولعب موسم مع لاتسيو في الدوري الايطالي موسم الدوري لم يقبل الا هدفين اثنين فقط لحد الان بعد مرور خمس جولات. كره ما تعديش تعود لفريق جنوا بسلاح الهجمه المرتده وميونغا وكره خطيره ويعود ما زالت الخطوره في هذه الكره يوزع وايكارديا سلاس يعود من مسافه بعيده ويحرم فريق جنوا من هدف محقق بكل تأكيد. موروس ميغيل فيلوزو مرة أخرى فيلوزو يوزع كرة بالرأس المرة الأولى والتغطية من دامبروزيو الآن من دامبروزيو عمليات قصيرة وأرضية رائعة المنظومة والركنة لفريق الإنتر بقرار مورو غويدا. قوة بدنية كبيرة للغاني إيساك كوفي المطالبة بلمسة يد الحكم يقول لا والهجمة كالعادة لفريق جنوا. للمغربي عادل تعربت نات للإنتر بورخا فاليرو في مباراة لا تنتظر الكرة الخطيرة لبيريسيتش وبيريسيتش يحضر والتوزيع إيطاليا مرة السوبر الإيطالي وخمسة ألقاب مع الفريق الروسي زينيت سان بيترسبورغ ثلاثة ألقاب الدوري 2010 2011 2012 وكأس روسيا 2010 والسوبر الروسي 2011. كرة من ميغيل فيلوزو لعادل تعرب الدوري المغربي فنيته كبيرة مثيرة التمهيد للغاني ساكوفي من جديد إخراج الكرة بسرعة تنتقل لأليندرو رغم تواجد العمالقة أولهم نجم الكرة العالمية ليو ميسي. ميلان سكرينيار التمادي ساكوفي على طول يغير لعادل تعربت رايع تدرج بالكرة من إيرفين ويوزع والدفاع يتدخل والهجوم للإنتر أخرى إيساكوفي والاعتراض غير سليم لدامبروزيو على عادة الكرة المغربية يتلاعب بدامبروزيو. جواو ماريو ليس بالفورمة وبالتالي اليوم بروزوفيتش قد يأتي بالجديد ولكن لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. سمير صعب الأمور فاليرو فيلوزو لعادل تعربت ترجع للأوروغواني سواريز
هل يكون غدار فريق جنوى؟ التسويف صاروخية مغربية، تصديات سلوفينية ممتازة وقوية لسامير أنتانوفيتش. شوف الكرة وين حطت لعميد أندية الدوري الإيطالي الممتاز. 9 مرات بطل إيطاليا، آخرها عام 1924، ومرة واحدة أحرز فيها كوبا إيطاليا 1937. قلنا مشاهدينا الكرام فريق جنوى في مدينة جنوى هو الأعرق، هو الأكثر تتويج من سامدوريا. تسع مرات بطل إيطاليا ومرة واحدة كوبا إيطاليا. ميليوري يعدي بامتياز أمام بروزوفيتش. ميليوري أليس لاعبين مباريات في تاريخ جنوى، جينارو ريوتورو ب 444 مباراة، الثاني بيكاتيني ب 425 ماتش، والثالث فيتشينزو تورينتي ب 412 مباراة، والرابع أماديو كاتاني ب 311 ماتش. تغيير وجهة اللاعب لليسار، هناك ميليوري، لكن خطأ من عادل تعرف تستفيد منها فريق الانتر، وعكس الهجوم التدخل في المرمى. ميليوري عادل تعرف يتفوق عليه اكيد الان. وعودة ميليوري ممتازة من بروزوفيتش. عادل تعرف ميغيل فيلوزو، والكرة يتصدى لها سكرينيار. جوران بانديف التمات البلجيكي والتسويب، والحارس النجوم مع دييغو ميليتو والسامياليتو وماتيراتزي وانتانوفيتش والبقية. كرة مرتدة لميليوري، ميليوري لكوفي بانديف ميتزا. 5 انتصار من 6 جولات لفريق الانتر، هذا ما لم يحصل منذ سنين طويلة. دامبرازيو التمريض كرمو، الجناح اللي أعطى أكثر مما أعطى كاندريفا، ومرة أخرى ورقة أخرى والورقة الحمراء لزوفينوفيتش. باي باي مع السلامة يا حبيبي. عادل تدخل عنيف من الدوري المغربي، احنا الظلمات لشمال ايطاليا.